خير؟ نص كيلو مقلي وكيلو مشوي. عايزه ام دعاء جايه تمالسي عليا ولا ايه؟ يا اخويا فاشر ليه؟ الله، هو انا مش جايه محل سمك برضو ولا محل موبايلات؟ هاتي من الاخر يا ام دعاء، عايزه ايه بالظبط؟ دي الاصول برضو يا خيري، يعني اخوك شقي في المحل ده عشان يجيبه ويشغله ويعمل له اسم، تقوم تاخده مننا وتسرقه غصب، وفي الاخر يبقى هو ده الحال كده برضو. يا ريتك يا شيخ كنت شغلته وطلعت منه لقمه ليك ولقمه لينا. بقول لك يا صابرين، عايز ايه من الاخر؟ خلصي. سمعت ان انت وصاحب المحل عايزين في خلوه عشان عايز تمشي، قلت وماله؟ اخدنا. سبحان الله، صاحب الحق يجي ياخد حق بالفلوس بس زي بعض. طب بص بقى يا مدعى، لو انت اخر واحد على وش الارض مش هسيب لك المحل. لا ما دام كده كده انت هتمشي، طب ما انا اولى انا وبنات اخوك. ما تقوليش بقى بنات اخوك بنات اخوك وتمسكي لي فيها. مش هبيع يعني؟ مش هبيع يا صابرين. اقول لك انا ليه؟ عشان انت مستعد تمد ايدك للي يسوى واللي ما يسواش وتشحت، لكن ما عندكش اي استعداد ان الناس تقول يا لهوي الست اللي بطولها فلحت فاللي راجل ما قدرش يعمله. طيب كده برضه، ومش هبيع برضه يا صابرين. انا هاخد المحل ده، يعني هاخده عشان ابليس الجنة. هنشوف في الآخر مين اللي هيدخل الجنة. تمام فلوسك يا معلم خيري؟ تمام. يلا يا عم امضينا عاد على العقد ده انت والراجل الكبار صاحب المحل ده. اخد فلوسي الأول يا ابوي. واحنا طيرنا ما فلوسك يا عم الحاج. اتفضل. زين الله ينور عليك. ايوه كده. يلا يا عم الحاج امضي. شكرين يا ريس. الف شكر. الله ينور عليك. تشكر. اتفضل يا معلم. الف مبروك يا معلم، ربنا يبارك لك في المحل ان شاء الله. يبارك في اصحابه عاد. يعني ايه؟ مش انت اللي اشتريت المحل؟ لا ده انا حيالله وسيط. الله، امال مين اللي هدفع لي ايجار كل اول شهر؟ ان شاء الله بعون الله كل اول شهر انا هجيب الايجار لغايه عندك. والف شكر. الف مبروك يا ام دعاء، رجوع الحق لاصحابه. الله يبارك فيه. حق ايه وبتاع ايه؟ انا مش فاهم، مش انت اللي اجرت المحل؟ انا هحكي لك الحكايه. كان في زمان راجل زفر نتن، كان حق عيال اخوه البنات الولايه، وربك يمهل ولا يهمل، لطشت معاه حب يبيع المحل. جات الست الطيبه ام البنات تشتري المحل، مرضيش يبيعلها. ليه؟ عشان هو وحش من جوه مش زين. فوسطتني عشان اشتري المحل ونفذت اللي هي عملته. يلا عاد بركلها بنفس راضيه، يا اما تورينا عرض قفاك. خلاص يا معلم، ملوش لزوم الكلام ده. يا سلام، شايف ولاد الاصول؟ يلا عاد اتكل على الله. لازم افهم الاول، المحل ده انت اجرته والمحل ايجار اصلا، ازاي بقى تاجره لها تاني؟ الفلوس عمتك يا معلم خيري، ما جرتش العقد زين، ما جرتش البند 13. هيقول ايه؟ هيقول ايه البند 13؟ هيقول لك يا سيدي البند 13 يحق للطرف الثاني تأجير العين من الباطن لمن يريد دون الرجوع الى الطرف الاول اللي هو الرجل الطيب صاحب المحل، او تغيير النشاط اللي هو انا اذا اراد دون الرجوع للطرف الاول اللي هو الرجل الطيب ده اللي ما فهمش حاجة. الله يبارك له. فهمت عاد؟ يلا اتكل على الله. خالتي وخالتك وتفرجوا الخالات. يلا خلص. يلا اتكل على الله يا خير، اتكل على الله، مش ناقصه بصات كتير. يلا. مبروك يا ام دعاء. الله يبارك فيك. والله ما انا عارفه من غير وقفتك جنبي دي انا كنت هعمل ايه. وقفتي يا ام دعاء؟ ده احنا اهل. بس خلي بالك
المحل عايز شغل كتير، بس انت قدها وقدود. عارفة ان شاء الله خير. الله يرحمك يا جلال. الله يرحمك. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.